حلو كده؟ تعالى شويه اوجي. خد عليك. خد. ارخي شويه. رخيت. خد شويه. دخل. ارخي. ما يلا بقى يا حاج رمضان خلقتني. هذا هدو يا مالك يا عم القلق ليه؟ ادي ام الحبل بقى. انت بترمي النعم على الارض يا عم؟ نعمه ايه يا عم؟ انا رميت سندوتش. ده حبل. ده حبل؟ اه حبل. ده حبل وبتقولها باستهتار كده؟ اه. انت عارف الحبل ده مكلفنا قد ايه يا اب؟ قد ايه؟ رقم. كلفني رقم. يعني. رقم ايه؟ ده حبل يا حاج رمضان. الحبل ده لازم يروح مكانه. حاضر بقى، انت بقى فهمني مكانه ده رايح فين، عشان انت من سبعات ربنا ساحلني معاك. روح بالحبل، تعالى بالحبل، شد الحبل، ارخي الحبل، ما تفهمني عايز تعمل ايه. انت بتزعق لي هاد ولا ما زعقتش يا عم؟ انت بتزعق هاد ولا يا عم؟ ما زعقت. انت شكلك بتزعق. لا يعني كده مش بتزعق؟ اه. انت جاموسه ها؟ ياض ما تزعقش. حاضر. ياض انا عامل الحبل ده ليه ياض؟ ليه؟ عامل مخطط في دماغي ياض. احنا هنعمل ترفيه للزباين اللي عندنا. ترفيه للزباين؟ اه. طب ما تاكل الزباين الاول وبعد كده برفع عليهم. اكلهم ليه ياض وانا فاتح مطعم ياض؟ ياض انا بعمل لهم ترفيه، لازم نرفع عن الزباين عشان يحبوا نص اللوكاندا بتاعي ياض. ايوه هتعمل ايه يعني؟ عامل لهم ترفليك. ما تقول عامل لهم ايه؟ بقول لك عامل لهم ترفليك اه. إيه اللي هو بيبقى بين الجبال، بين الجبال اللي هو بيبقى كابينه كبيره كده والزباين يقعدوا فيها وجرجر يمشي على طول. وجرجر اه. اه اسانسير بس بالعرض. اه يا ترفليك يا. اه. ده بحيث الزباين اللي عندي يقوموا نازلين عند ايه؟ الناحيه بتاعت اكرم. اه. على حمام السباحه اللي هناك. اللي هناك عند اكرم؟ اه. وانت متفق معاه؟ لا ما هيعدي من فوقيه. من غير ما اكرم ياخد باله. اه انت عامل ترفيه للزباين يعدوا من نص اللوكاندا هنا للنص التاني بكابينه ينزلوا البسين عند اكرم من غير ما ياخد باله؟ لا ياض هينزلوا حمام السباحه. ينزلوا حمام السباحه. ايوه من غير ما ياخد باله. اه. وبعدين بقى وهم راجعين انت هتشدهم. واخد بالك انت؟ اه اشدهم ايه؟ من البسين؟ اه لا هم هيتنشفوا الاول قبل ما يطلعوا عشان انا مالي بالبروجرام بتاعهم. مين اللي هيشدهم؟ انت. اه ازاي؟ بالمنافله. اه وانا بقول لك بايه الاله؟ ايه الاله؟ منافله كده تقوم منزلهم. ماشي. ينزلوا يعوموا. نزلتهم على اساس ان هم نازلين. اه يطلعوا يتنشفوا وبتاع. وهم راجعين بقى. هتعمل منافله العكس. هو انا بسالك على الاتجاه؟ ازاي؟ اجيب صحه منين؟ انا اروح واجيب المنافله وافضل اشد فيها لحد ما يعدوا من نص الاكرم بتاعك لحد النص بتاع اكرم من غير ما ياخد باله وينزلوا البسين وينشف لهم وبعدين ارجع المنافله الف الناحيه التانيه عشان يرجعوا على النص التاني من غير ما اكرم ياخد باله. ياض يا هدهد انت فيك صحه انت مش واخد بالك منها. مش واخد بالي منها. انت فيك صحة ياض محدش واخد باله منها. انت اللي واخد بالك منها؟ ايه دي؟ انت بتغمز لي ليه؟ محدش معانا ما تفهمني. انت بخلان تقول لي. يا عم الحاج رد عليا. طب انت نسيت؟ وبعدين يلا يا حاج رمضان الكابينه دي مكلفه، انت تبني بسين ارخص. بسين؟ اه. ده بلاد وميه وكرول. ايه؟ ميه وكرول وحد بيجي يقعد ينظف البول. البول؟ الله اكبر عليك. امال ايه؟ اه لكن الكابينه دي انا هتصرف. هتعمل ايه؟ في ثلاجه بايظه عندنا يا هنشيل الباب بتاعها. بتاعت جدك الله يرحمه. اه بتاع جد الله يرحمه. دي ايه؟ دي حديد. دي لسه بجبنتها لحد دلوقتي. امال ايه؟ اه. وتحط شلتتين. شلتتين. ما انا في اللي تربي تنزل زباينك. اه. ها؟ استحموا وبتاع. استحموا.
البسين بتاعك من غير ما ياخد باله. هوبا اديله. ماشي يا حاج. يلا اسمع الكلام منفذ اللي بقول لك عليه، وعايزك تربط والله هعدم نفسي واخلص من الهم اللي انا فيه. بص فيك قوه ياض، فيك قوه. مش واخد بالك منها. انت لو مطلعني من فانوس مش هتطلب الطلبات دي، اقسم بالله. يلا ياض ماشي. يلا اتكل على الله، كفايه انا بصرفه عليك. هعمل نفسي مش سامع. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.